ومن الرياضة إلى الأكل، حيث لا زالت بعض الأسر الإماراتية تحافظ على وجود الأكلات الشعبية التراثية منتشرة بينها، وأهمها تلك التي تنشق من الألبان وتحضر بطرق إماراتية تقليدية. الزميل يوسف كانو زار إحدى الأسر في مدينة كلباء أو تلبا التي تهتم بهذه الأكلات التراثية، ووفانا بهذا التقرير. تعددت أكلاتنا التراثية التي ورثناها عن الآباء والأجداد، فدخلت عليها بعض الوسائل الحديثة لتعزز وجودها وانتشارها. واليوم نسلط الضوء على أبرز هذه الأكلات الشعبية اللذيذة، كما أننا سنأخذكم لعالم تحضير أبرز مشتقات الألبان بالطرق الإماراتية التقليدية. فلنتابع التقرير. هي بيئة دولة الإمارات، دائما ما تأتينا بالكثير من الأكلات الشعبية القديمة التي أصبح وجودها عادة وضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، فبرزت قيمتها من خلال اهتمام الكثير من الأسر الإماراتية بها للمحافظة على وجودها. ومن بين هذه الأكلات الشباب الذي يؤكل مع العسل أو دبس التمر، وأكلة الخبيص والهريس وغيرها الكثير. ولكن اليوم نأخذكم إلى مدينة كلباء لنسلط الضوء على طرق تحضير العديد من مشتقات الألبان، ومن أبرزها أكلة تراثية ربما يعرفها البعض وهي الشامي، فهي طريقة مثالية لاستغلال حليب المواشي الزائد عن الحاجة. فزرنا الوالدة أم محمد التي لا زالت تهتم بالأكلات التراثية ومشتقات الألبان، ومن أبرزها أكلة الشامي والسمن البلدي وغيرها الكثير. فتبدأ صناعة الشامي بعد حلب المواشي والتي يعقبها صناعة اللبن، ثم يوضع بعد ذلك في السجة التي عوضت بالوسائل التقنية الحديثة لتحريك اللبن، ونتيجة لذلك تتكون الدهانة أو الزبدة التي تنفصل عن اللبن، فيضاف إليها القليل من الماء البارد أو الثلج ليسهل استخراجها، وهي التي يصنع منها السمن العربي. وبعد الانتهاء من استخراج الزبدة تبدأ صناعة الشامي من خلال سكب اللبن في قدر ووضعه على نار هادية لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة، شريطة لا تصل الحرارة إلى درجة الغليان حتى لا يتغير طعمه ويظل محافظا على تماسكه. وفي نفس الوقت يصنع السمن البلدي الذي دائما ما يكون حاضرا مع الشامي ليطفي عليه مذاقا لذيذا لا يوصف. الوالدة أم محمد هي التي ستخبرنا عن كيفية صنع السمن. هذا حطي فيه السمن سنوت مفيبة يليلان، هذا حلبة، هذا كركم وملح. على الحين من أشخاله بحطي خبيص لعينة تستوي خلاصة، هي تستوي خلاصة. ومع مرور الوقت يبدأ الشامي يطفو على الماء وتطفو النار تحت القدر، ويترك فترة طويلة إلى أن يفتر ويأخذ طعمه الأصلي، ليسهل بعد ذلك نقله إلى وعاء آخر من دون الماء. ويضاف إليه السمن العربي وخلاصة السمن التي تبقى بعد تصفيته منها ليقدم في صورة جذابة. سوي اللبن شربوا الناس، سوي الكامل خلاص يأكلوا، لو أن لها يأكلوا. سوي السمن شيء تبيعه شيء بعد تعطي تهدي. أم محمد لم تحصر منتجاتها في حدود محيطها فقط، بل دخلت عالم التكنولوجيا لمساعدة أبنائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي لقي تجاوبا كبيرا من الزبائن حتى خارج الدولة. يسووا الأولاد دعاية ويجوا الناس يشلوا من كل مكان، من دبي، من أبو ظبي، من رأس الخيمة، من خور فكان، من كل مكان يجوا. ومن ياكلوا قالوا لا لازم نبي كاميها، لازم نبي لبنها. عندنا حساب في الانستغرام، طبعا نعرض فيه بعض المنتجات الشعبيه وبعض الماكولات. طبعا هذا الحساب لاقى مثلا اقبال كبير من الامارات ومن بعض الدول الخليجيه يعني. اذا يبقى هذا الاهتمام بالاكلات الشعبيه الاصيله شامخا لا تغيره رياح التطور، ليكون بمثابة الإرث التاريخي الذي نفتخر به.